نروح لتليفون مهم دلوقتي جدا معانا، شاعرنا الكبير الأستاذ جمال بخيت، واحد من شعراء مصر والعاشقين لبلدنا وللنادي الأهلي. مساء الفل يا أستاذ جمال، ومنور قناة النادي الأهلي. الله يخليك يا أسامة، الله يخليك يا حبيبي، النور نورك. الحداشر يوم حداشر إن شاء الله. الحداشر يوم حداشر أنا كتبتها، وبعدين أمير فهمي مشجع الأهلاوي الكبير اللي عايش في أمريكا قال لي دي تنفع أشتري، قلت له همتك يا باشا، هو أستاذ تكنولوجيا وفي الهاشتاجات وفي الحلويات. حلو قوي. يعني قلت له همتك يا باشا، فراح عامل الهاشتاج فعلا. الحداشر يوم حداشر. حداشر يوم حداشر أنا أول مرة أقولها قبل المباراة بحوالي ساعتين. كنت بتكلم مع صديقي الشاعر عبد الله حسن وهو أهلاوي كبير. فقال لي أخبرنا إيه يا أستاذ؟ إحنا هنعمل إيه؟ هو بيتفائل بتنبؤاتي يعني. كويس. قال لي إحنا هنعمل إيه؟ قلت له هنغلب. قال لي بس مصطفى شوبير، قلت له هيتألق. يا عيني. قال لي طب إيه يعني هناخد البطولة دي؟ قلت له الحداشر يوم 11. حلو قوي مطلع الاغنيه الجميل ده. ال 11 يوم 11. يوم 11 قاعد يسقف كويس. نزلت في مكان في الشيخ زايد هنا عشان اتفرج على المباراه، اتلم فيه مجموعه اصدقاء. جت قعدتي جنب الاعلامي الكبير والزملكاوي ايضا طارق علام. حبيبي الاستاذ طارق علام. والحقيقه انه هو يعني من اصدقائنا الكثير الزملكاويه المحبين والمحترمين، واخد بالك، الجمهور المصري الاصيل اللي كان بيشجع زي ما احنا بنعمل وبنشجع الزمالك لما يكون بيلعب في اي مباراه. الاهلي بيلعب باسم مصر، فكل الالوان اكيد متفقه على النادي الاهلي في اليوم ده. فالحقيقه ان طارق علام من هذا النوع الفاخر. قال لي ايه بقى النهارده؟ قلت له ال 11 يوم 11. يعني ايه؟ قال لي يعني ما كانش واخد باله ان احنا هنلعب يوم 11. فقلت له يعني البطوله ال 11 الطارق هتيجي ان شاء الله يوم هتعلن ان شاء الله يوم 11. حلوه نغمه التفاؤل دي يا استاذ جمال، مهمه جدا، وحضرتك يعني كتبتها قبل المباراه. بعد المباراه بتقول ايه برضو للناس؟ ان احنا عايزين الفتره دي فتره تفاؤل ودعم ومسانده للاعبي النادي الاهلي وجهاز الفن. هو يا جماعه احنا عشنا اللحظات دي قبل كده يا اسامه. ما احنا عشنا لما كنا متعادلين هنا ورحنا غلبنا. وانا قلت في المقدمه بتاعتي احنا لعبنا كسبنا 10 بطولات افريقيه، منهم 5 من خارج مصر، من خارج ملعبنا. بالظبط كده. الوداد نفسه، واخد بالك، وطبعا تحيه من خلال الوداد الشعب المغربي الشقيق يعني. الوداد اخر المباراه الاخيره قبل النهائي اللي هي في نصف النهائي على ارضه مع صن داونز تعادل 1-1 حقيقه. فبالتالي يعني ايه؟ احنا لا، احنا رايحين بعدد وافر من الفرص. التعادل في صالحنا، الفوز في صالحنا، لا قدر الله لو اتغلبنا 3-2 4-3 في صالحنا دلوقتي. ملك ده في صالحنا بفرص عجيبه جدا. بالاضافه لانه الحقيقه الاهلي دلوقتي هو افضل كوره في افريقيا حقيقه، يعني بلا منازع كلاعب. والاهلي كمان في المباراه الاولى ما شاء الله قدم مباراه كبيره وفنيا اعلى من الوداد كمان بكثير جدا. فاذا بتتكلم على فنيات، اذا بتتكلم على مستوى لعيبه، اذا بتتكلم في الموسم اللي احنا فيه ده عن اي ارقام، احسب كده نتائج الاهلي قصاد نتائج الوداد، احسب نتائج المباريات. الاهلي ما شاء الله، الله اكبر، يعني الثلاثات كتيره قوي ما شاء الله، الحمد لله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر،
احنا بنسجل في كل يعني فريق الحمد لله. رسائلك ايه يا استاذ جمال؟ رسائلك ايه بقى للاعبي الفريق الاول بالنادي الاهلي قبل السفر ان شاء الله هيسافر يوم الخميس والجهاز الفني للمغرب، رسائلك ايه للاعبي الفريق؟ التركيز حتى صافره النهائي. التركيز حتى صافره النهائي، هم مش محتاجين كلاعيبه كمنفذين لخطط كمهارات فرديه محتاجين اي رسائل ان شاء الله عليهم. الرسالة الوحيدة هي التركيز حتى صافرة النهاية. لأنه في لما بيروح التركيز ولو لمدة دقيقة ممكن بتحصل فيها مشكلة. فهو ما فيش أنا كجمهور يعني أنا عارف روح الفريق الحمراء وعارف اللاعبين بيعملوا إيه وعارف هذا الجيل من اللاعبين وهذا الفريق اللي كتبناه وهذا المدرب الرائع اللي كتبناه ايضا مستر كولر. انا عارف ان هم يعني ادهوا اسلوب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اللحظه الوحيده هي نفقد التركيز ولو لجزء، وده مهم جدا، رساله مهمه جدا، التركيز خلال 90 دقيقه. وحضرتك شاعر كبير جدا يا استاذ جمال، وبنستمتع باشعارك وكتاباتك، كمان بتكتب في الكوره ما شاء الله كويس جدا. مش عايزين نكبرك برضو، ما شاء الله عاصرت العشر بطولات الافريقيه للنادي الاهلي. البطوله الاستاذ جمال ما ينساهاش من ذاكرته دايما، البطوله العالقه في ذهنه. بص الجون بتاع ابو تريكه هناك، مباراه الصفاقس هناك 2006 بالك ان احنا هنا متعادلين هنا ايوه، واخد بالك نكسب 1-0 بجون ملعوب حلو قوي من ابو تريكا، يعني من الاساطير الكره المصريه. دي بطوله كان ليها طعم خاص جدا جدا جدا، ان شاء الله تدخل في ذاكره الكره المصريه البطوله 11 للنادي الاهلي يوم 11 ان شاء الله باذن الله. توعدنا بقى واحنا على الهواء دلوقتي ان شاء الله يوم 11 لو الاهلي حقق البطوله ال 11 باذن الله، هتوعدنا باغنيه بقى ان شاء الله عن النادي الاهلي؟ طيب انا طبعا اوعدك بالاغنيه الثانيه لان انا عملت اغنيه قبل كده. ايوه اتمنى انكم هتلاقوها طبعا عندكم اكيد عندنا تعيدوا يعني اذاعتها تاني. طب ما تقولها لنا بصوتك واحنا على الهوا دلوقتي. والله للاسف انا يعني بحفظ كلمات الاغاني يعني انما هي اسمها الاهلي حبيب وغنتها الرائعه امال ماهر من الحان الموسيقار الكبير امير عبد المجيد. اكيد عندنا عندكم كانت لابسه فستان احمر وملعلعه وحاجه. اخيرا يا استاذ جمال، يعني احنا اطلقنا هاشتاج الاهلي يقدر، عايز اسمع راي الاستاذ جمال بخيت، ان شاء الله الاهلي يقدر؟ طبعا يقدر. هو انا والله مش قادر اقول لك انا شايف النتيجه دلوقتي. انا يعني الاهلي يقدر لانه الاهلي مش يقدر على مباراه. الاهلي قدر انه يحط نفسه في مكانه مع اهم انديه في العالم، ويكفي انه الثاني على العالم في الحصول على البطولات القاريه. حقيقه. فكره ان الاهلي هو اسطول الكره الافريقيه، هو النادي الاهلي، زعيم الكره الافريقيه بلا منازع هو النادي الاهلي. الاهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي عدد بطولاته اكثر من عدد سنوات حياته نشاته. يعني هو من نشأته لحد النهارده احسبها كام سنه؟ الاهلي عدى بالبطولات حقيقه. عدى بالبطولات وهذا وده النادي الوحيد في العالم حقيقه اللي محقق هذا الرقم. حقيقه ان شاء الله. شاورت عليها في الاغنيه اللي هي بتاعت على ان شاء الله. الاستاذ جمال بخيت شاعرنا الكبير بنشكرك شكرا جزيلا، وهو وعدنا على الهوا ان شاء الله يوم 11 لو الاهلي حصد البطوله ال 11 باذن الله هيكون لينا اغنيه عن النادي الاهلي.